يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أعمل في جمعية خيرية ومعروف أن الجمعيات تذهب إلى التجار من أجل سؤال المال وجمعها للمحتاجين، ثم تقوم الجمعية بتوزيعها على المحتاجين بعد ذلك؟ إذا كان القصد من ذلك نفع المحتاجين وإيصال الصدقات إليهم هذا عمل طيب. نعم. يقول كذلك فضيلة الشيخ، ما حكم من يسأل لغيره؟ فمثلا إذا كنت أعرف شخصا محتاجا، هل لي أن أسأل الناس لهذا الشخص؟ هذه واسطة خير. نعم، هذه واسطة خير. إذا كان الشخص ما يسأل ومتعفف، تعرف أنه محتاج، تعرف الأغنياء عليه ليتصدقوا عليه، فأنت فاعل لخير ولك من الأجر الدال على الخير كفاعله، لك من الأجر مثل أجر المتصدق. نعم.